حيث انطلقت تحديات كبيرة بين الأخوة المشاركين في تنافس صباح هذا اليوم، والتنافس المثمر والتنافس الحي الذي دائما يبشر بأعداد وكذلك ميزة من خلال تواجد هذه العمالقة في انطلاقات هذا اليوم. إذا وصلنا إلى سن الحول مشاهدينا الكرام، وثمانية كيلومترات لتنطلق هذه اللحظة وهذه الدفعة، معلنة عن حضور المحليات الأصايل في تنافس وانطلاقا قويا ومثير بين شعارات مميزة. بالتوفيق دائما نتمنى لكل الأخوة المشاركين ولكل الأخوة المتابعين أمام شاشة دبي ريسنج الذي تنقل لحضراتكم دائما وقائع سباقات الأجن من هذا الميدان الذكي. نسير إلى مقدمة الشوط ونقترب من المركز الأول، والوقن هنا مشاهدين تأتي على رأس البداية ورأس الهرم لمعترك هذا الشوط. تعود الملكية لنواب بن نوح بن أحمد البلوشي من يتقدم نحو صدارة هذا الشوط، معلنا عن حظوظه الأولى وتقدمه الأول في مستوى لقاء هذه اللحظات. بينما المركز الثاني نتابع ونشاهد ثاني المراكز في انطلاقة هذا الشوط. نسير إلى ثاني المراكز ونتابع في هذه اللحظات من انطلقت على المركز الثاني مجموعة كبيرة من المحليات الأصايل، ولكن هنا في هذه اللحظات تصل الضبية خليفة بن علي بن حمد العطية من يتواجد على المركز الثاني. المركز الثالث يأتي شعار بن حمودة، وتصل من خلاله مشاهدين الكرام في هذه اللحظات ند الشبه أو ند الشبه تحتل المركز الثالث. تعود الملكية لسهيل بن سالم بن محمد بن عويضان العامري يصل يحتل المركز الثالث. النقلة التالية على المركز الرابع وها هي الشاهينية، علي بن محمد بن حادة الاجتبي من قدم الشاهينية في ملتقى الأصايل وفي ملتقى هذا الشوط. المركز الرابع ننتقل مباشرة مشاهدين الكرام إلى اليمامة، من تحتل المركز الرابع تعود الملكية عبد الله بن راشد بن كاسب المسافري، يسير إلى المركز الخامس. المركز السادس في انتقالتنا هنا مشاهدين الأعزاء تصل الشاهينية لسعيد بن حمد بن درويش المنصوري، يتسلل ويقترب من المركز السادس في هذه اللحظة. المركز السابع نشاهد ونتابع من الجانب الآخر الحذرة لمبارك بن يمعة بن مغير الخيالي، وهنا التدخل السريع من خلال هذه اللحظات وشعار بن هيان يسير مشاهدين الكرام حاملا لواء جواهر وحاملا لواء الناموس في الشوط الماضي. هنا يأتي حمدان بن سالم بن هيان العامري يتقدم نحو المركز السابع في هذه اللحظة. المركز الثامن اسم جديد وشعار بالضبيعة، ولكن شعار بن حمودة إلى المركز الثامن. ها هي الندى تستجيب للندى مشاهدينا الأعزاء، وعلي بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري يتواجد ثامنا. المركز التاسع عندك، وهنا تصل من خلال هذه اللحظات ثواني والثواني فيها دقائق، ويأتي سيف بن محمد بالضبيعة ومطر بن محمد بالضبيعة مشاهدين الكرام يأتي واحتل المركز التاسع. بينما المركز العاشر خاتمة النداء الأول تصل من خلال الشاهينية وسعود بن عبيد بن حامد الطنيجي مشاهدين الكرام يسير نحو المركز العاشر. هكذا هي النتيجة، 10 أسماء و10 منطلقين في ملتقى هذا الشوط وفي معترك التنافس المثير والتنافس الخطير والتنافس الأخير. ولكن نعود إلى البداية، نعود إلى هرم البداية وهرم الاستطلاع الأول حيث تتقدم هذه الحول المحليات الأصايل. نشوف الضبية، ولكن بن حادة تسلل، بن حادة مشاهدينا الكرام يسير مع الشاهينية علي بن محمد بن حادة الاجتبي على صدارة هذا الشوط. ولكن جواهر تسير مشاهدين الكرام في درر وجواهر هذا الميدان، ويأتي حمدان بن سالم بن هيان العامري خاطفا للمركز الأول في هذه اللحظة في ظل قوة هذا الشوط من دفاعته وتبادل المراكز بين الأسماء بين الشعارات. المركز الثالث نشوف الضبية، قادمة الضبية مشاهدين الكرام بهذا الشعار العنابي، وتصل لخليفة بن علي
علي بن حمد العطية أحد مشاهير الملاك في دولة قطر للهجرة العربية الأصيلة، بينما إلى المركز الرابع هناك بن عويضان يتواجد، وند الشبه متواجد سهيل بن سالم بن عويضان العامري يحتل المركز الرابع في هذه اللحظة في كوكبة رباعية تسير بمستوى المحليات الأصائل، ومستوى المحليات أكيد الأصائل بلا شك يأتي من خلال ارتفاع إلى ارتفاع وسمو وعلو دائما في كل المشاركات. المركز الخامس وصلت اليمامة واصلة، اليمامة واصلة لعبد الله بن راشد بن كاسب المسافري، وصلت خلت المركز الخامس في هذه اللحظات. المركز السادس نشوف عندك يا صديقي وصلت الآن الشاهينية وسعيد بن حمد بن درويش المنصوري تصل لتحتل المركز السادس، بينما المركز السابع هذه مشاهدينا الأعزاء ندى علي بن حمودة بن علي علي بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري يتواجد ليحتل المركز السادس في أو السابع في ملتقى هذا الشوط. نشاهد هذا الشوط الذي يحمل سبعا من الحول المحليات الأصائل، لكنها في تنافس مرير، في تنافس خطير، في تنافس تحدي من خلال هذه المشاركة، أيضا من خلال وجود الشعارات العملاقة. نسير 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 لنتابع ثواني، لنتابع دقائق، ويأتي مطر بن محمد بالضبيعة يتقدم إلى ثامن المراكز. المركز التاسع شعار بن سليم واصل، واصل مشاهدينا الأعزاء مع الطيارة وحمد بن سالم بن سليم الاجتبي يحتل المركز التاسع في هذه اللحظة. المركز العاشر سعود بن عبيد الطنيجي هناك يتواجد في هذه اللحظة ليأخذ هذا الموقع وهذا التحدي، وهي الشاهينية تتواجد على المركز العاشر. هكذا النتيجة مشاهدينا الأعزاء، هناك الأسماء خلف التغطية، هناك أسماء أكيد بلا شك خلف التغطية خلف المراكز العشرة الأولى تنتظر تعليمات الأخوة المضمرين أو الملاك. الكل مستعد مشاهدينا الأعزاء. أعود إلى البداية مشاهدينا الكرام، وأعود إلى منطقة الأمان، ولا زالت الضبية، لا زالت الضبية، الضبية ضبية العطية لا زالت مسيطرة. خليفة بن علي العطية لا زال على المركز الأول يتقدم ويقدم الضبية، لكن الشاهينية تسللت وسعيد بن حمد بن درويش المنصوري يسير إلى ثاني المراكز في هذه اللحظات. ندف المركز الثالث تعود الملكية. علي بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري يصل يأخذ المركز الثالث في مستوى هذا الشوط المتقارب من بعضه البعض، ولكن أكيد بلا شك قوة الأداء وقوة الاندفاعات في هذا المستوى. المركز الرابع جواهر، تتواجد جواهر ويأتي حمدان بن سالم بن هيان العامري للمركز الرابع والمركز الخامس. هناك ندي الشبه مشاهدينا الكرام لسهيل بن سالم بن عويضان العامري يصل ليأخذ المركز الخامس. المركز السادس علي بن محمد بن حادة الاجتبي، والمركز السابع نشوف الاسم القادم العنوان القادم هنا اللي وصلت الآن، اللي وصلت اليمامة، وصلت اليمامة مشاهدينا الكرام، وتعود الملكية عبد الله بن راشد بن كاسب المسافري. ولكن اسم الله يا بنت المطر، وصلت بنت المطر، بنت المطر منها الخطر، بنت المطر ومنها الخطر. قلنا لكم أسماء خلف التغطية، أسماء قادمة، وهنا يأتي راشد بن سعيد بن سهيل بالدليوي من يحتل المركز السابع في هذه الأثناء. هذه اللي وصلت، هذه اللي حضرت، غطت على كل الحضور. أعود إلى البداية، أعود إلى مستوى الشوط، دخلنا في الكيلوين الأخيرين، دخلنا في مستوى التحدي الخطير، ولكن البداية للشاهينية، لا زالت الشاهينية مسيطرة. الضبية تحاول من الجانب الآخر، العنابي هناك، ولكن أشوف الشاهينية سعيد بن حمد بن درويش المنصوري لا زال يتخطى إلى المركز الأول، والضبية متواجدة، الضبية تسللت. هنا يأتي مشاهدين الأعزاء خليفة بن علي بن عبد الله العطية يحتوي عليه خليفة بن علي بن حمد العطية، ولكن جواهر
تتسلل جواهر هنا لصاحبة أو صاحب نقطة هذا الشعار في صباح هذا اليوم حمدان بن سالم بن هيان العامري. وجواهر أكيد بلا شك جواهر، الكل يأخذ حذره، الكل يتحذر، لكن أشوف الشعارات اللي صالت واللي جالت راحت إلى الناموس 1200 على خط النهاية والاستعداد. استعدوا يا مضمرين، يلا بنطير وبنحلق في فضا الناموس في فضا الكيلو الأخير. وجواهر مسيطرة، حمدان بن سالم بن هيان العامري بدأت تغادر عن المجموعة، بدأت تغادر عن المجموعة وتنفصل عن المجموعة، راحت إلى المركز الأول، راحت إلى حيث الروعة، راحت إلى حيث الناموس والتتويج. المركز الثاني العطية لا زال في صلب المنافسة هنا من خلال هذه اللحظة، خليفة بن علي بن حمد العطية والضبية موجودة، الضبية موجودة. المركز الثالث بنت المطر، بنت المطر من هالخطر واصلة واصلة، بنت المطر راشد بن سعيد بن سهيل بالدليوي، ولكن أشوف مزنة، أشوف مزنة صاحبة الرموز، صاحبة الكؤوس، صاحبة البنادق، صاحبة الرموز المميزة، صاحبة الذهب، صاحب المضمرين محمد بن سلطان بن مرخان وصلت إلى المركز الرابع. ولكن أشوف العملاق العناوي، وصل العملاق العناوي، الثرية ما الثرية، الثرية ما الثرية، الله هيا هيا يا الثرية. هناك مظفر بن محمد العامري، ولكن الله يا بنت المطر، الله يا بنت المطر اللي كانت في الخطر راحت مع الخطر، انتقلت إلى المركز الأول. قلت لكم بأن اسماء خلف التغطية، وهذه وحدة منهن، هذه وحدة منهن، هذه وحدة منهن. أشوف المركز الأول بنت المطر راشد بن سعيد بن سهيل بالدليوي، سلام لهالي الأهباب، واسعد الله صباحكم، أسعد الله صباحكم، أسعد الله صباحكم، واشرقت شمس الصباح. وهنا نتابع بنت المطر على المركز الأول، هي المتقدمة، هي التي تسير بالناموس، تسير بالتحدي. تهانينا والناموس راشد بن سعيد بن سهيل بالدليوي، ومشكور يا سعيد يا بن ناصر يا الهاشمي. المركز الثاني أو المدهوشي، المركز الثاني ثريا مظفر بن محمد العامري، المركز الثالث الرخامية لسالم بن راشد بن حمد بن غدير، المركز الرابع، المركز الرابع مزنة لمحمد بن سلطان بن مرخان، وخامسا تصل من خلالها الضبية خليفة بن علي العطية. مشاهدينا الكرام، كان شوطا حماسيا مثيرا حتى لحظاته الأخيرة، مشوقا بالتنافس لخل الأخوة المشاهدين. والضبية أو 12 دقيقة 55 ثانية، سبعة أجزاء من الثانية. تانينا والناموس لراشد بن سعيد بن سهيل بالدليوي على فوز بنت المطر في المركز الأول. تانينا والناموس على هذا الانتصار، كذلك المضمر سعيد بن ناصر المدهوشي المركز الثاني اللي وصلت 12 دقيقة 56 ثانية وسبعة أجزاء من الثانية. تانينا والناموس مشاهدينا الكرام المظفر بن محمد العامري، بينما المركز الثالث، المركز الثالث مشاهدينا الأعزاء كان التحدي من الرخامية، وصلتنا في اللحظات الأخيرة 12 دقيقة 57 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية. تانينا والناموس على هذا الأداء الجميل والأداء الراقي بالفعل من خلال انطلاقة هذا الشوط.